الله الرحمن الرحيم. نحن هنا لنقول للعالم أجمع، هؤلاء ضحايا تعذيب وانتقام. نظام آل خليفة في البحرين ينتقم من أبناء شعب البحرين لأنهم يطالبون بحقوقهم. اليوم هناك شعور بأن حاكم البحرين قرر أن يعدم هؤلاء الشباب على خلفية سياسية. حاكم البحرين يخطئ عندما يعتقد أن شعب البحرين سيتراجع. دماء الشهداء ستقتلع جذور الظلم، وإن شاء الله أبناء شعب البحرين منتصرون، وهؤلاء نتمنى أن يكونون بيننا يوم النصر، وإن لم يكونوا بيننا فإنهم سيكونون مخلدين مع الأجيال القادمة.